اول سؤال بيخطر على البال بس نحكي عن موضوع الرسوم المتحركه هو وين نحن كنا راح نكون بلاهم؟ هل كنا وصلنا لكل هالتطور بالعالم؟ ما بظن، لانه كثير من اختراعات البشريه فكرتهم كانت ماخوذه من الرسوم المتحركه ومنهم مباشره. هل كنا شفنا القصص السخيفه مثل بس درات بتضحك؟ ما بعرف كمان، لان الكرتون عنده فضل كبير بهالموضوع. يعني تخيلوا فكره حدا يزحط على موزه، قديش بنشوفه مهضوم ومن وين اجى؟ كمان من الكرتون. عبر التاريخ الرسوم المتحركه نقلت الافكار بطريقه كثير ذكيه، يعني من زمان كانوا يستعملوا الرسوم الكاريكاتوريه ليفرجوا مشاكل العالم بطريقه مهضومه، بس بنفس الوقت وعوا الشعب على كل شيء عم بيصير حواليهم، ومع تطورهم بلش يصير جزء كثير مهم بالمجتمع ولهم تاثير على العالم، مثل ميكي ماوس ورفقاته مثلا يلي شق طريق قلوبنا جميعا وضحكونا بقصص كثير سخيفه وما بتصير غير بالكرتون، او مثلا الكتب الهزليه او الكرتون يلي كانوا عن الابطال الخارقين شجعت كثير من العالم تجه نحو يكونوا بوليسيه او حيلا شيء بخليهم يحققوا العداله. على الرغم من كل شيء كان بالكتب او على الشاشه كان مبني من الخيال، كمان استعمل الكرتون كاداه كثير فعاله بالتجاره والدعايات، من حيث انه شركات مشروبات معينه مثلا كانت تفوت مشروبها داخل الكرتون ليستهدفوا الاولاد الصغار بالعمر انهم يشتروا من هالمشروب، بس هيدا ما بيعني انه بس بيحضرون الصغار، بل على العكس. واللي بياكد على هالشيء برامج الرسوم المتحركه المشهوره مثل ذا سيمبسونز، فاميلي جاي او ساوث بارك، وكثير غيرهم يلي رقم كبير من جمهورهم هن اشخاص كبار بالعمر بس متابعين بشده لهالبرامج. اليوم رح نغوص اكثر بعالم الكرتون، جرب نفهم شو اهميته وكيف غير البشريه. هلا جميعا معكم درات، واليوم رح نحكي عن الرسوم المتحركه. ب 17 أغسطس 1908 أصدرت شركة جومون بباريس أول أنيميتد كرتون بالتاريخ، فانتازماغوري، كان كله مبني على الرسوم المتحركة يلي كانت تنرسم بالإيد، مش مثل هلأ كل شيء صار على الكمبيوتر. ويلي اخترع هالنمط اسمه أميل كول يلي منقب الأب تبع الكرتون، وكان الفيلم كله صور مرسومة وعم يتنقل من صورة لصورة بطريقة كتير سلسة ورائعة أكيد بالنسبة للزمن تبعه، وعمله للفيلم ليرجع يذكر بهيدا الفن يلي كان بلش ينتسى بفرنسا، وقدرته إنه يحول هالفن لفيلم صغير فتح الباب بداية عالم الكرتون. ومثل ما قلت بالبداية انه الرسوم المتحركة بلشت كأداة للضحك والسخرية خصوصا عن الوضع الاجتماعي والسياسي. وبسنة 2007 نشر مارك بريون مقال بيوضح اكتشاف انه اول شخصية كرتونية على الاطلاق كانت بسنة 1809 قبل ب100 سنة من ميكي ماوس، يلي هي شخصية دكتور سينتاكس، يلي بيقول انه شخصية اخترعها شخص اسمه ويليام كوم ورسمها توماس رولتسون، وهي شخصية من كتاب لويليام كوم اسمه The Three Tours of Dr. Sintax. لان اميل كول اول شخص بحول الرسمات لفيلم كرتون، هوليك رسمات بكتاب، وهيدا الاكتشاف ادى لعده اكتشافات تانية مثل انه اشهر الافلام الكرتونيه القديمه بونزو ذا دوغ 1922 وفيليكس ذا كات 1919 مبنيين على كتب من سنه 1860 مثل دكتور سينتاكس. يعني لحديت ما ادركوا انه فن الرسم والرسوم المتحركه اذا انجمعوا مع بعض بيعملوا العالم يلي هلا بنعرفه. عرفت فتره 1920 ل 1960 بالعصر الذهبي تبع الرسوم المتحركه، كونها انتجت بكميه ضخمه وكانوا يعرضوها قبل الافلام بالسينما، يعني كان اتخن واحد مدته شي 5 دقائق ويحضرون العالم قبل الفيلم يلي بدهم يحضروه. كانت ديزني، وورنر بروز، فلايشر، ام جي ام، ويو بي اي من اكبر الاستوديوهات يلي بتعمل هيدي الافلام القصيره. والشيء المثير للاهتمام انه بفتره الخمسينات بلش ينشهر تي في والعالم بلشت تبعد عن السينما، وهيدا يلي قتل الشيء اللي اسمه كرتون سينمائي، وبلش العهد يلي بنعرفه هلا يلي هو الكرتون التلفزيوني. ومشوار الشهره تبعه وتطوره من كونه بس لتسلي جمهور لخمس دقائق قبل فيلم لقصص بتسلي وبتضحك منها لحالها، مثل بسنة 1940 مع توم اند جيري يلي كلنا بنحبه وكلنا كنا نحضره وبعده واحد من اجمل القصص اللي حضرها بحياتي. واكثر شيء بحبه بتوم اند جيري هو الناني يلي موجوده بكل الحلقات بس ما بتفرجي وجهها، بس بحبها لانها بتذكرني بشخص عزيز ما بيفرجي صلعته. عرفتوا عن مين عم بحكي. والافلام يلي حخبركن عنها هلا ما حتصدقوا انه اخترعون من هيديك السنين، مثل اول فيلم كرتون لديزني بالتاريخ يلي هو سنو وايت اند ذا 7 دورفز، او مثل ما بنعرفه سنو وايت اند ذا 7 عبد الله ريفيوز. سنو وايت والاقزام السبعه بسنه 1937، بينوكيو بال 1940، دامبو بال 1941، بامبي 1942 والى اخره. يعني تخيلوا احلى الافلام عنا اياها من اي سنين معموله. مع كل التكنولوجيا الموجوده هلا كل الريميكات اللي بجربوا يعملون عم بيطلعوا كتير سيئين وهوليك عم بيكونوا احلى بوقتها. واكيد ما فينا ما نذكر الاذاعه يلي كلنا عشت عليها من نحن وصغار يلي هي كارتون نتورك، وحضرنا كل البرامج يلي عليها لحديت ما صارت شقفه من حياتنا اليوميه. هالبرامج بتتضمن قصص كثيره عشنا معها ما بقدر ما اسميها، مثل
Powerpuff Girls، جوني برافو يلي كلنا بنتذكره وبنتذكر شعراته اللي كانوا اطول من التي في، او اد انادي يلي هني انا ورفقاتي اللي كنا نضل سوا بالمدرسه، وصولا لسكوبي دو، داكسترز لابراتوري، واخيرا كارج ذا كاوردلي دوغ يلي عمل حلقه عنه كامله وكل حلقه منه تحفه فنيه. واذا حابين تعرفوا عنه اكثر رابط فوق. واكيد ما فينا ننسى باتمان ذا انيميتد سيريز تبع سنه 1992 يلي كثير منا كانوا يكسروا حالهم هن وعم بجربوا يقلدوه. كرتون اصبح شيء كثير مهم بحياتنا وشيء عم نعوزه بكل بلدان العالم، وصار جزء كثير كبير من طريقه عيشنا وطريقه تربيتنا، ورح تعرفوا اكثر ليش بعد شوي. بس قبل لازم نحكي وما فينا ما نسكت سبيس تون بالنسبه لنا نحن الشعب العربي اهم اذاعه كرتون قطعت علينا بالتاريخ، خصوصا انه كانوا بكل الاوقات وبكل حلقاتهم عم بيركزوا على انه يدبلجوا الحلقات من لغتهم الاصليه للعربي، وكمان دبلجوا القيم والاخلاق اللي نحن معودين عليها. يعني الحلقه اللي كانوا يشتروها سبيس تون ليعرضوا لنا اياها ما كانت تنعرض مثل ما هي اصليه، لا بل كان يقعدوا ايام اسابيع على كل حلقه ليزبطوا كل شيء فيها، يشيلوا منا كل انواع المثليه، كل شيء بلا اخلاق، اي علاقات مش طبيعيه، اي مسبات، واي مشاهد معقول تشوه اخلاق الاطفال. كمان مش بس هيك، كانوا يدبلجوا الاغاني بشكل سوبر روعه، وما فينا ما نحكي عن رشا رزق يلي هي صوت طفولتنا جميعا وحبنا الاول لنا كلنا. تحيه كبيره لرشا رزق، انا كثير بحبه. فنحن بالعالم العربي تهنينا بالكرتون من ورا سبيس تون، والاولاد بيستعملوا الاصوات والالوان من اشكال من خلال الكرتون، وبيساعدهم يكتشفوا مواهبهم من رقص لرسم لفوتبول او حيالله شيء بيحضروه بحبوه بالكرتون. هن عم يكبروا بنستعمل الكرتون ليشوفوا كيف بتمشي الحياه الحقيقيه، يعني بنعلمهم عن الحياه وشو الصح وشو الغلط، وبتقوي لهم شخصيتهم وبيصيروا يعرفوا يحكوا ويتصرفوا بالمجتمع. خصوصا انه الكرتون بيعلمهم دروس قيمه، مثل مثلا بيبا بيجز. احنا يمكن كبرنا وصرنا نشوفه شيء سخيف، بس هيدا بيعلم الاولاد كيف يكونوا صداقات، كيف يتقبلوا الشخص الغير لو كان من غير شكل لون او دين، بيعلمهم يحبوا الكل لو كيف ما كانوا او مين ما كان. او مثلا بينوكيو بيعلمهم انه الكذب مش منيح، وهيدا درس كتير قيم لحيالله ولد. او دامبو بيعلمهم شيء كتير مهم يلي هو انه نتقبل حالنا لو كيف ما كنا، ولو كان فينا قصص غير عن البقوه النهايه هو اللي بيميزونا، كل واحد في يستعمل الشيء الغير فيه لينجح. مغزى انه الكرتون كله عبر للاولاد وحتى للكبار، وصاروا معظم الاهل يستعملوه كوسيله سهله لتعليم الاولاد الغلط من الصح. زياده عن هيك بيقوي لهم مخيلتهم وبيعلمهم يحبوا بعضهم البعض، مثل ما انا بحب الباتريونز تبعي بكل الطبقات، جولد دايموند بلاك بلاتينو وات ذا فاك وات ذا اكشوال فاك. اكيد خلينا يحيى برطه. دخول الكرتون على عالمنا من اهم احداث التاريخ، اثر بنمط عايشنا واثر فينا نحن. برجع على سؤالي باول الحلقه، وين كنا هلا بلاهم؟ خبروني انتم شو رايكم بالكومنت، لانه شخصيا بعتقد انه بلا الكرتون كان تطورنا مأخر على قليل 20 سنه لورا من الاختراعات اللي ما كانوا فكروا فيها لو ما شفناهم بالكرتون. يعني في كتير قصص كنا عم نشوفها بوقتها ونقول اكيد لا ما بتصير، واذ بوقتنا هلا صارت موجود. وابسط الامثال السياره يلي بتسوق لحالها حاليا تسلا عم بيعملوها، كمان الفيديو كول شفناه بالجاتسنز وكنا جد يعني حاسين حالنا عم نحضر شيء بال2700، التليفونات المحموله اجمالا اول شيء بينت بالكرتون، الساعات الذكيه بينت بالكرتون، كل شيء اكسسوارز تكنولوجيا عم بتشوفوها اليوم اول شيء بينت بالكرتون. مثل ما بينقال الحياه بمعظم الاوقات قلد الفن، والكرتون هو اكثر فن دفشنا 100 فشخه بعد لقدام. كمان لو ما يوغيو مثلا يمكن ما كنا عملنا بطولات بالالعاب بحياتنا، مشان هيك صار وقت خبركم عن بطولتنا الجايه مع اوريدو نيشن، وهي بطوله ببجي موبايل. هي مزبوط عم نعمل بطوله ببجي موبايل على 50,000 ريال قطري، كمان رح ناخذ 4 لعيبه من هالبطوله ونعملهم فريق اوريدو الرسمي مع معاش اقامه وسكن بقطر، فايه رح نغير لكم حياتكم كمان مثل ما غيرت لنا حياتنا الكرتون. اذا بتشاركوا بهالدوري وبتفرجوا عن قوه، والتسجيل بيفتح الخميس 2 ديسمبر، فلحقونا على صفحات التواصل الاجتماعي رح تشوفوها بالديسكربشن لتشاركوا فيها، خبروا اصحابكم عن هالبطوله. صار وقت نتفش عالم الالعاب 100 فشخه ثانيه لقدام. على كل حال كما كنت راسك شكرا 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 شكرا